الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الصحابي الذي كان يهوديا والمشهور باسمه زيد بن سعنة، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما رأيت صفة مما قرأنا عنه في التوراة إلا وهي فيه، إلا صفتين أردت أن أتأكد منها: أن حلمه يسبق غضبه، وأنه لا يزيده الجهل إلا حلما. الحلم عنده قبل الغضب، وإذا أحد زاد سوءا إليه يزداد حلم، تزيد إساءة إليه يزداد حلم أكثر. يقول هذه الصفتين أردت أن أتأكد منها. فعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مقترض منه أو اشترى منه، بايعه بشيء على أجل. يقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأجل بثلاثة أيام أو يومين، وهو بين أصحابه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، فقلت: يا محمد، وقبضت بثوبه وبتلأبيبه. يعني تخيل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو حاكم البلد، وهو شيخ البلد، وهو قاضي البلد، وهو إمام الخلق أجمعين، وبين أصحابه الذين كانوا يعشقونه عشقا فوق أنفسهم وأرواحهم. يقول فأخذت بثوبه فجذبته إلي، فقلت: يا محمد، وفني مالي، فإنكم يا آل أبي آل عبد المطلب قوم مطل، يعني ما تسددون الديون، تماطلون. يقول فإذا عمر بن الخطاب عينه تدور مثل الكوكب في رأسه، قالوا: يا يهودي، والله لولا ما أحذره لا ضربت بسيفي هذا رأسك، دع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والنبي محمد ما تغير وجهه أبدا. سبحان الله، ما تغير وجهه. من اليوم يمسكك إنسان فيجذبك من ثوبك ووجهك ما يتغير؟ فقال: هل حضر أجل؟ الأجل باقي، الأجل هو الغلطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: أنت غلطان، أنت جيتني قبل الموعد، أنت كذا، أنت قليل الأدب، أنت سيء الأخلاق. يقول فقال رسول الله لعمر: يا عمر، إنه كان حرير، إننا كنا في غنى عن هذا يا عمر، كان حري بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ما هذا؟ تقول له تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، يعني باختصار يعني كما يقولون خليك محضر خير يا عمر، لا تزيد، لا تشعلها فوق ما هي مشعللة، خليك محضر خير. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحن نستقبل الموقف السيء، وكيف لما أكون أنا في الخارج كيف أتعامل لما أرى موقف سيء بين اثنين. أكون دائما أفكر في الصلح، وأفكر في التهدئة، وأفكر في إقناع الطرفين. فقال يا عمر اذهب معه، مع الرجل، فوفه ماله وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. هذه كمان أعطي زيادة لأنك خوفته، لأنك أسأت إليه. يقول زيد بن سعنة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد إنما ذكر من صفات خاتم النبيين في التوراة كلها رأيتها فيك، ما بقي إلا هذه الخصلة، ولقد رأيتك هكذا، حلمك يسبق غضبك ولا يزيدك الجهل إلا حلما. فكان بعد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه، وبقي لنا هذا الموقف مسجل في التاريخ بسبب هذا الذي كان يهودي فأسلم، لنجعل ذلك مقياس في حياتنا، في تعاملاتنا مع الناس. عندما يسيء إلينا، دائما يتعرض الإنسان إلى من يسيء إليه، إلى من يتجرأ، إلى من يجرح مشاعره بكلمة. إذا رأينا أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد أقدس؟ هل أحد أعظم؟ هل أحد أكبر منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الكلمة السيئة وانخفض لها وخلاها تمر واستوعب الآخرين، كيف نحن
ونحن لا نساوي التراب الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق رسول الله. اللهم أكرمنا بحلم من حلمه، وعلم من علمه، وأخلاق من أخلاقه، وهداية من هدايته، فإن ذلك بك ومنك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير، قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عظات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمته ومنقذه.